تفسير حلم دورة المياه في المنام. نتابع عبر الفيديو تفسيرات حلم دورة المياه للإمام الصادق لابن سيرين والنابلسي وابن كثير عن دورة المياه، وسنتابع دلالته للعزباء والحامل والمتزوج والرجل، وتفسير رؤية دورة المياه النظيفة والمتسخة والمهجورة. تابعوا معنا. إن رؤية دورات المياه في المنام دليل على الهموم والأحزان والكرب، ودخول دورات المياه في الحلم تشير لزوال الهم والشفاء من الأحزان والهموم المصاحبة للرائي، والتي تكون مرتبطة بالنساء. أما من رأى في المنام الحلم أنه يغتسل أو يستحم في دورات المياه باستخدام ماء ساخن جدا لا يتحمله الجسد، فذلك إشارة على الحزن الشديد والكرب. تفسير حلم دورة المياه للمتزوجة والعزباء. إذا رأت المتزوجة في منامها دورة مياه فهذا يعني أنها تشك في شرف زوجها، كما يشير إلى المعاصي التي ترتكبها من نميمة وأكل لحوم النساء ورميهن بالباطل، ودورة المياه في منامها تؤكد إلصاق هذه التهم بها. لكنها إذا قامت بقضاء حاجتها في منامها فهذا إشارة إلى ستر الله لها وتركها للمعاصي. أما هذا الحلم بالنسبة للعزباء فهذا إشارة إلى تعلق قلبها بشاب سيء الخلق يسعى لجلب العار والفضيحة لها، وذلك بعد أن يتركها. تفسير حلم دورة المياه في المنام للرجل. إذا رأى الرجل في منامه أنه دخل دورة مياه نظيفة وكان لديه هم وحزن فرجه الله تعالى وأزال جميع همومه. أما إذا قام بالاستحمام فهذا دليل على تطهير نفسه وتخليصها من الذنوب. إذا قام بغسل دورة المياه فهذا دليل على المغفرة من الله عز وجل والسعادة والتجارة الرابحة. تفسير حلم دورة المياه في المنام للحامل. إذا رأت المرأة الحامل في حلمها دورة مياه فهذا دليل على شكها في زوجها وتعكير صفو حياته بهذا الشك، كما يشير أيضا إلى فعلها للإثم والذنوب طمعا لرضوان زوجها وأهله. أما إذا كانت دورة المياه في منامها مهجورة يدل على مال زوجها الحرام ومواجهتها مشاكل أثناء وضعها. تفسير رؤية دورة المياه المهجورة. إن رؤية دورة المياه المهجورة أو المدمرة في المنام تدل على أن الرائي سيواجه أيام عصيبة بها ضيق في الحال والرزق. أما إذا كان الرائي امرأة حامل والمكسر أدواته فيدل على طريق متعب سيخوضه الشخص في أيامه، وقد يدل على ضيق الحال والهم يصاب به الرائي. أما للحامل فذلك يشير إلى عسر في ولادتها أو مرضها قبل الولادة أو مرض لطفلها معاقبة على أفعالها، كما يوضح أنها تفعل أشياء خاطئة لترضي زوجها وأهله كالشهادة الزور ورمي الناس بالباطل. تفسير رؤية دورة المياه النظيفة والمتسخة. إذا رأى أحدكم أنه يدخل دورة مياه لا يرى بها أوساخ فهذا دليل على انفراج الهموم وزوال الأحزان، وكلما كانت دورة المياه نظيفة كانت هناك مغفرة وإزالة من ذنوب أكبر. أما إذا كان الرائي مريض فحلمه دليل على شفائه شفاء لا يغادره سقم، ونظافة دورة المياه ورائحتها الطيبة دليل على السعادة والخير. أما إذا كانت دورة المياه في منام الرائي متسخة وملطخة ومليئة بالحشرات والفضلات فذلك له عدة دلالات تختلف من شخص لآخر. فبالنسبة للفتاة العزباء هو إشارة لارتباطها بشاب سيء الخلق، للمتزوجة يشير إلى رميها للناس بالباطل، لذا وجب عليها التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وفي حال كان الرائي رجل متزوج فذلك يشير إلى خيانته لزوجته مع امرأة فاسدة.